ليلة ساخنة عرفتها تل أبيب إثر اشتباكات بين الأقلية الإسرائيلية من أصل أثيوبي والشرطة، أدت إلى جرح أكثر من 60 شخصا واعتقال 40 آخرين. جئت لحضور الحدث هنا في الساحة، وقامت شرطية بنهري عن المدخل وسألتني من أكون، فأجبت أنني نائبة رئيس بلدية تل أبيب وأريد أن أدخل من باب الشخصيات. فقالت لي أنه من الأحسن أن أجد لقب مربية حيوانات، ولم تتركني أدخل. وأصيب يهود الفلاشة بإحباط بعدما أظهرت لقطات أثيوبي إسرائيلي بزي الجيش وهو يتعرض للضرب من قبل عناصر الشرطة، ما أجج غضب الأقلية التي تعاني من ويلات التمييز العنصرية رغم تمتعها بالمواطنة الإسرائيلية. من جهته الرئيس الإسرائيلي روفن ريفلين اعترف أن الدولة العبرية ارتكبت أخطاء أدت إلى فتح جرح لدى الأقلية الإسرائيلية من أصل أثيوبي. يذكر أن أكثر من 135 ألف يهودية من أصل أثيوبي والذين يسمون بيهود الفلاشة تم الاعتراف بيهوديتهم نهاية القرن الماضي، ورحلوا إلى إسرائيل بين العامي 84 و91، وأيضا هاجر نحو 80 ألف منهم نحو الدولة العبرية.